هذا وقد تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بعيدها الوطنية. ورفع معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين باسمه ونيابة عن جميع منتسبي قوة دفاع البحرين أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات مقرونة بخالص الولاء والطاعة وصادق الإخلاص إلى مقام جلالة الملك المفدى السامي بهذه المناسبة الوطنية المباركة، داعيا الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك المفدى وأن يبارك في عمره المديد ويجعله ذخرا وسندا لأبناء هذا الوطن العزيز.